وقبل ما نخش في اي تفاصيل، لو تسمحوا لنا بس نعرف الناس، لان كنا بنتكلم انا وكريم في النقطه دي، مش كل الناس عندها معلومه يعني ايه كره القدم الشاطئيه، ويقول لك طب هي دي رياضه بجد ولا دي حاجه للتسليه؟ للاسف لسه في ناس ما تعرفش، فممكن نبدا نشرح الرياضه دي دخلت امتى مصر تحديدا. محمد وهيثم اللي يحب منكم يبتدي. اتفضل اتفضل يا هيثم. هو لعبه كره قدم شاطئيه من 2006، وممكن الناس ما تعرفش يعني ايه كره شاطئيه، هي علشان ما فيش دوري كره شاطئيه في مصر. هو ده يعني الحظ السيء اللي هو في هنا في منتخب مصر. لو في دوري كره شاطئيه في مصر كان منتخبنا متصنف، انا كنت شايف اللي هو كان تاني اول او تاني في العالم. احنا منتخبنا متصنف في العرب، احنا اول تصنيف ثالث او رابع. اوكي. وان شاء الله يعني احنا دلوقتي احنا وصلنا كاس عالم، وبعد كاس عالم ان شاء الله احنا بنفكر في كاس العالم ان شاء الله، احنا نلعب على ميداليه ان شاء الله في كاس العالم حلو جدا ان شاء الله.